مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه الاهلي الليله الاحد 2 ديسمبر بنبداها مع حضراتكم، بسعد بصحبه حضراتكم، معايا زملائي امير هشام وخالد العوضي وفقره دايما الكابتن خالد اللي بتكون مختلفه وبيغطي من خلالها كل النشاط وكل الجهود المبذوله على مستوى النادي الاهلي على مستوى كافه الرياضات بعيدا عن عالم كره القدم، وايضا حوار وتغطيه اخرى وفقره خاصه بيقدمها اليوم زميلنا العزيز امير هشام، والتفاصيل دي هتتعرفوا عليها بعد قليل من زميلي امير هشام. لكن لابد ان نبدا بمجموعه من الاخبار الايجابيه والمؤشرات اللي هتسعد كل جماهير ومحبي النادي الاهلي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. الحمد لله كل الامور بتسير في اتجاه الافضل ان شاء الله في الفتره الجايه. اهم خبر معانا واللي طبيعه الامور بتقول اننا لازم نبدا بهذا الخبر لانه يهم كل محبي النادي الاهلي وكل محبي هذه الاسطوره او هذا النجم الكبير رئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب اللي هيعود باذن الله، يعود بسلامه الله الى ارض الوطن ويصل بعد قليل الى مطار القاهره ويبدا بعد رحله علاجيه خضع خلالها لجراحه طبعا مهمه جدا لازاله ورم على الحبل الشوكي، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتم عليه نعمته وشفاؤه الكامل ويزاول مهامه ونشاطه، وهو بالتاكيد له بخلاف منصبه كرئيس لمجلس اداره النادي له قيمته وتاريخه وهو رمز، ووجوده ومزاولته لعمله بيدي دفعه معنويه كبيره جدا للنادي الاهلي على مستوى كافه الانشطه الاداريه والكرويه، طبعا نتيجه لاسمه واسهاماته الكبيره في عالم الرياضه وكره القدم المصريه والعربيه والافريقيه. نتمنى انه يكون عودته ان شاء الله تكون قوه دافعه لكل المسؤولين في النادي لمجلس الاداره للاجهزه الفنيه لانطلاق النشاط قوة للأفضل ولمزيد من الإنجازات إن شاء الله في الفترة القادمة ولعودة النادي الأهلي إلى سابق عهده على مستوى كافة الرياضات وليس فقط كرة القدم.